الحي مباشر إلى المدينة المنورة مع شتوية قباء تعتبر وجهة سياحية ترفيهية للاستمتاع بأجواء الشتاء وقضاء يوم متكامل مع العائلة والأصدقاء والتعرف على المأكولات الشتوية اللي تتميز فيها المدينة المنورة. تفاصيل أكثر بنعرفها مع زميل سعد السناني. مساء الخير يا سعد، يعطيك العافية. مساء النور عهد، مساء النور على كافة مشاهدي القناة السعودية. طبعا نتواجد في جادة قبة، هذه الجادة السياحية التي تتميز بالأجواء الشتوية ويقصدها كل من يزور المدينة المنورة ليستمتع بالعادات والتقاليد والأكلات التي تتميز فيها المدينة المنورة خاصة في الأوقات الشتوية. نبغى نتحدث أيضا عن هذه الفعاليات وعن شتوية قبة، هذه الفعالية التي جسدت لنا هذه الأكلات التي تتميز فيها المدينة المنورة أثناء الشتاء. نبغى نتحدث عن هذه الفعالية أكثر. يسعدنا أن ينضم معنا الأستاذ أحمد سادات وهو المشرف العام على هذه الفعالية. أستاذ أحمد، في البداية مساء الخير، لو تحدثنا عن فكرتكم في هذه الفعالية وأنتم اليوم تجسدون العادات والتقاليد والأكلات التي تتميز فيها المدينة المنورة أثناء الشتاء. الله يحييك والله يحيي المشاهدين الكرام في شتوية قباء. شتوية قباء هي اللي تقع في جادة قباء، الطريق اللي يربط بين مسجد النبوي ومسجد قباء. الآن احنا متواجدين في ساحة مسجد قباء اللي هي الآن احنا سميناها شتوية قباء. هدفها الأساس هي جمعة الشتاء لأهالي المدينة المنورة وزوار المدينة المنورة لرفع إثراء تجربة الزائر للمدينة المنورة. هدفها الأساس انه تلاقي جميع احتياجات الشتاء في مكان واحد، بحيث انه العائلة تيجي تلاقي مكان لأطفالها، تلاقي مكان يأكلوا منه، يلاقي أجواء الشتوية بالكامل من ناحية الجلسات، من ناحية الأكلات، من ناحية جميع التمشيات بشكل عام. عندنا الساحة اللي احنا واقفين عليها هذه هي الساحة الأساسية للمشروع شتوية قباء، اللي هي فيها أكثر من منفذ بيع، كل منفذ بيع يبيع منتج شتوي معين، بخصوص مثلا زي المشروبات زي السحلب، الهوت شوكولات، الشوكولاتة الساخنة، البوتيك منتجات الشتوية وغيرها في مكان واحد أيضا. وعندنا الأسرة المنتجة برضو متواجدة معنا هنا من ناحية تنوع كبير جدا من ناحية المنتجات الشتوية وغيرها. ايضا معنا العلامات التجاريه كثيره ولله الحمد. استاذ احمد، اكيد ان هناك فعاليات مصاحبه لهذه الشتويه، شتويه قبة خاصه للطفل وخاصه ايضا للاسره، حدثنا عنها. اي نعم، عندنا قسم خاص للترفيه زي ما نقول، انه باختصار عندنا قسم للترفيه الاطفال وعندنا قسم للترفيه التينيجرز. ايضا انه عندنا فعاليات متجدده اسبوعيا اللي هي للايام العطله، كل خميس وجمعة وسبت بيكون في فعاليات مصاحبة في هذه الساحة من ناحية الجلسات، من ناحية الدفايات وغيرها، ونتمنى زيارتكم معنا في المنطقة هذه. أستاذ أحمد، أكيد أنه هناك يعني زوار لمسجد قبة من خارج المدينة المنورة أيضا من خارج المملكة العربية السعودية، كيف يعني انطباعهم وكيف يعني طريقة استمتاعهم بهذه الأجواء الشتوية هنا في جوار المسجد؟ ولله الحمد هنا نستقبل جميع الجنسيات وجميع الطبقات لهذه المنطقة، بما أنه إحنا في جادة قباء، الجادة اللي تربطك بين المسجد النبوي وبين مسجد قباء، فهي يعني لزوار المدينة بشكل عام، ففي خدمات لجميع الفئات وجميع الطبقات ولله الحمد متوفرة. أستاذ أحمد سادات وأنت المشرف العام هذا على الفعالية، شكرا لك. شكرا لك ويعطيك العافية. إذا عهد هذه الفعاليات الشتوية التي تتميز فيها المدينة المنورة أثناء الشتاء، الحقيقة يستمتع كل من يزور المدينة المنورة في هذه الأجواء الجميلة، أيضا كل من يريد أن يستمتع من أهالي المدينة أو من خارج المدينة المنورة يعني يستمتع في هذه الجادة، جادة قبة التي تربط بين المسجد النبوي الشريف ومسجد قبة وهذه المحال وهذه الفعاليات الموجودة. هذا كل ما لدي عهد، أعود إليك. شكرا لك زميلي سعد على هذه الجولة ولضيفك الكريم اللي قدم لنا هذه المعلومات عن هالفعالية الجميلة. مشاهدين، التنافس اللي قاعد يصير بين مناطق المملكة بتقديم هذه الفعاليات الترفيهية لأهالي المناطق شيء جميل جدا، وكلهم يشكرون على هذه الفعاليات وهذه المبادرات.